السلام عليكم. في كل مرة تغضب واشنطن على إيران وترد الأخيرة بالويل والثبور للأمريكيين، في كل مرة تقف المنطقة على رؤوس أصابعها مترقبة اشتعال فتيل مواجهة مؤجلة منذ عقود، إلا أن الوقائع لم تشي حتى الآن بوجود تعارض عملي بين مصالح الدولتين في المنطقة. وإذا سألت عن ذلك فاسأل العراق، أو إذا احترت فعند الأفغان الخبر اليقين. لكن كان هذا في السابق، أما اليوم فالحال تغيرت بوجود إدارة أمريكية هي إلى اليمين أقرب منها إلى أي شيء آخر. في المقلب الآخر ثمة من يرى أن الأمر ليس يمينا ولا يسارا، وإنما براغماتية سياسية تدور في فلك المصالح وتقضي مصالح الدولتين بالحوار لا بالحرب، التي ليس لها وجود إلا في مخيلة بعض الدول العربية وأحلامها، بدليل أن ترامب يرفع في وجه إيران مع كل عصا جزرتين، وأن الرجل توعد الإيرانيين بعلاقات حميمة إذا ما لبوا شروطه. هذه حلقة جديدة من برنامج حديث العرب، أهلا بكم. تتصاعد حدة التصريحات بين واشنطن وطهران ثم تهدأ فجأة. وصلت الأمور إلى ضرب سفن في مياه الخليج العربي وبحر عمان وإسقاط طائرة استطلاع أمريكية، لكن دون أن يتحرك سيد البيت الأبيض الذي ملأ العالم ضجيجا قبل ذلك، حتى ظن أنه يتحين الفرصة لضرب إيران. لكن لم تتمخض تهديدات ترامب إلا عن عقوبات جديدة فرضت على قادة النظام الإيراني، والعقوبات لعبة تجيد طهران اللعب عليها. ترامب برر العقوبات بأنها محاولة لتسريع الضغوط على إيران، لكن في الوقت نفسه قفز على كل الحقائق المتعلقة بالخطورة التي تمثلها وأنشطتها المزعزعة لاستقرار المنطقة، خصوصاً في دعم ميليشياتها التي باتت تتحكم بأكثر من عاصمة عربية، حيث اختزل ذلك كله بالملف النووي، وصرح بأن تنازل طهران عن السلاح النووي سيجعلها دولة غنية وقوية، بل وصديقة لواشنطن، موجهاً بذلك ضربة لحلفائه في المنطقة. أما مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون فقد رأى أن الضغوط التي تمارسها بلاده على إيران ستدفعها للجلوس على مائدة التفاوض التي تتمنع طهران حتى الآن ولو في العلن من الجلوس إليها. صحيفة الاندبندنت البريطانية قالت أن ترامب لا يمتلك استراتيجية لإنهاء الحرب مع إيران إذا تورط فيها، وشددت في تقرير لها على أن الرئيس الأمريكي هدد بمحو إيران إذا تجرأت على مهاجمة أي شيء أمريكي مرة أخرى، لكن في اليوم نفسه جاء الرد الإيراني بأنها ستسقط أي طائرة أمريكية تخترق مجالها الجوي. ثم عاد ترامب ليقول إنه مستعد للحوار مع إيران وعليهم إخباره عندما يكونون مستعدين للتفاوض. إيران التي تدفع ثمنا اقتصاديا باهظا من جراء العقوبات كما يقول بعض المراقبين ترى أنها ما زالت تمتلك عددا من الأوراق التي تلعب بها بعيدا عن حرب السفن والطائرات في الخليج العربي، ولعل في مقدمة تلك الأوراق الانسحاب من الاتفاق النووي الذي ما تزال أوروبا متمسكة به. فالتصريحات القادمة من أكثر من عاصمة أوروبية حذرت من أن انتهاك إيران الاتفاق المبرم عام 2015 سيشكل خطأ فادحا وردا سيئا على الضغط الذي تمارسه الولايات المتحدة، وهذا ما تبحث عنه إيران، أن تضع أوروبا أمام خيارين، إما الدفع لتخفيف الضغط الأمريكي أو الطرق على أذانها بالاستعداد لمرحلة ما بعد الاتفاق النووي. وفي كل الأحوال لن يضر أمريكا شيئا من كل هذا ما دام يضمن أمن ربيبتها. لمتابعة هذا الموضوع ينضم إلينا الأساتذة في الاستوديو، عادل دشيلة كاتب وباحث، ويمان دابقي باحث في مركز برق للسياسات والاستشارات، وعبر سكايب من طرابلس لبنان حسان القطب مدير المركز اللبناني للأبحاث والدراسات. أهلا بالجمع الكريم. لو بدأت معك يمان، قبل أقل من عام دونالد ترامب وضع نحو 12 شرطا لرفع العقوبات عن إيران، وهي لائحة طويلة ومعروفة، لكن اليوم نراه أنه فقط يريد من إيران فقط أن تتوقف عن برنامجها النووي، حتى ليس فقط يرفع العقوبات وإنما حتى يصبح صديقها الحميم والمقرب والحبيب، يعني بحسب تعابيره. هل هناك تراجع أمريكي عن هذه المطالب الكبيرة في المنطقة والكثيرة، أم أنه فقط استدراج لإيران للجلوس؟ حياكم الله، تحية لكم للسادة المشاهدين. يعني أنا بعتقد بداية بالنسبة لهذا الموضوع الذي نشهد التسخين الأول في المنطقة
منذ يعني تقريبا حروب الناقلات أو حتى غزو العراق 2003، هي المرة الأولى التي يدفع بها الطرفان إلى سياسة حافة الهوية. هناك من يقول بأن إيران هي التي تقوم فقط بسياسة حافة الهوية. لا، أنا أعتقد أيضا أن ترامب، لأن من بدأ التصعيد هي السياسات الأمريكية بإدارتها الحالية من خلال يعني الفرض العقوبات الاقتصادية، ومن ثم رأينا الانتقال إلى موضوع الحشودات الفرقاطات العسكرية في البحر عمان، وهي النقطة الأضعف بتلك المنطقة كونها يعني تحمل المنطقة التي تحوي الفرقاطات العسكرية للانتشار الأمريكي. أنا باعتقادي أن الموضوع يتعدى موضوع يعني أي موضوع الشروط الـ 12 اللي كتبها مايك بومبيو بالوثيقة التي جاء بها كخارطة للتعامل وزير الخارجية الأمريكي. نعم. الآن الذي استجد بالموضوع، أنا باعتقادي بأن ترامب اختصر الموضوع قليلا مع إيران ودفعها لتلك العمليات الاستفزازية إن صح القول، لأنه يعمل على استراتيجية يريد أن يحقق جملة من الأهداف، ولا أعتقد بأن الموضوع يتوقف عند موضوع السلاح النووي. يعني لو نظرنا إلى المؤتمر الأول من نوعه الذي جرى في القدس الغربية، نرى بأن الإدارة الأمريكية أولا تدور في فلك المصالح الإسرائيلية التي لها رسم خرائط جديدة في المنطقة. هناك تساؤل، ما هو الدور الذي تقوم به إيران في المنطقة؟ الدور بوضعها الحالي غير ممكن، لذلك تم الدفع بها لسياسة حافة الهاوية لموضوع تقديم تنازلات. أما بموضوع يعني التراجع لترامب أو إلى آخره بموضوع إسقاط الطائرة، هناك تحليل معين لهذا الموضوع، هو ليس موضوع عدم توازن بالقوى أو عدم رد، وإنما تم تأجيل الموضوع. السبب الأول يعود إلى الداخل الأمريكي باعتقادي، لأنهم سنأتي نعم. على ذكر قضية الطائرة بعد ذلك، لكن أنت يعني من أنصار أن الرئيس الأمريكي لم يتراجع عن مطالبه الاثني عشر، وإنما فقط يعني يريد أن يستجر إيران إلى الجلوس وبعد ذلك يملي شروطه. هل هذا ما أفهمه من كلامك؟ بالضبط، على أقل تقدير عندما ريثما ينتهي من يمر من موضوع الانتخابات 2020، الشروط هي ذاتها لم يتراجع عنها. صحيح أن هناك تحوي أنها مطبات سياسية، لأن تطبيق هذه الشروط فعليا أستاذي الكريم يعني انهيار وتفكيك إيران من الداخل. لذلك الإيرانيين قالوا لن نعود إلى الطاولة إلا في تحسين تلك الشروط، وبالتالي إذن هناك رفض للتفاوض الشامل. التفاوض الجزئي بنظر وزير الخارجية أو التيار المعتدل في إيران يعني تحسين هذه الشروط. بالضبط، لذلك أنا باعتقادي بأن الأمريكيين والإيرانيين الآن هما بينهما قنوات تواصل. يعني رأينا من خلال يعني التسخين الأخير، هناك وساطة من خلال القناة العمانية أرسلت الأمريكان رسائل إلى إيران أننا لكن العمانيين يعني نفوا أن يكونوا وسطاء بين في هذه المرحلة. هذا 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 النفي هو عبارة عن يعني توظيف سياسي، أنما مصادر كشفت من الخارجية الإيرانية وتابعة لتيار خاص في الحرس الثوري الإيراني أننا نقبل بالدبلوماسية بالدبلوماسية. يعني هذا هو قبول ضمني نوعا ما إلى العودة إلى التفاوض، لكن بغير الشروط التي طرحها مايك بومبيو. يريدون تعديل هذه الشروط وتحسين هذه الشروط. في السياق ذاته أريد أن أسأل أستاذ حسان قطب من طرابلس. حسان القطب، يعني كل الغضب الأمريكي، يعني أو لاحظنا أن ترامب يعني كان يشتغل على مستويين، تهديد ووعيد وعصا غليظة يمدها في على رأس الإيرانيين، وبعد ذلك يقول أنا يمكن أن أكون لكم صديقا حميما، فقط تراجعوا عن برنامجكم النووي. هل هي سياسة العصا والجزرة، أم أن لك عندك تأويلا آخر لهذه السياسة التي يتبعها مع إيران؟ في الحقيقة قرار الحرب هو قرار كبير وخطير جدا، والحرب لها بداية، ولكن لا أحد يدرك متى تنتهي. نعم، يعني هو ربما يعني قبل الحديث عن الحرب، يعني نريد تفكيك هذه المصطلحات التي قد تكون أحيانا مبهمة على لسان ترامب. يعني هو مرة يتوعد بالحرب، ثم بعد يعني يقول إنه جاهز الحرب، ثم بعد ذلك يقول إننا لا نريد حربا، ثم بعد ذلك يقدم جزرة للإيرانيين، يقول أنا جاهز أن أكون صديقا حميما لكم. يعني كيف تفهم هذه السياسة؟ هل هي العصا والجزرة، أم أن هناك تأويلا آخر ربما غير واضح؟ الحشد الأمريكي حول إيران لازال لا يرقى إلى مستوى أن يكون قادرا على شن حرب على إيران. لذلك الولايات المتحدة تحاول من خلال فرض العقوبات على إيران إلى تحقيق أكبر قدر ممكن من الإنجازات ومن الطموحات، وإضعاف إيران قدر الإمكان بأقل كلفة ممكنة، بينما إيران تحاول عبر القيام ببعض الخطوات العسكرية المحدودة التي لا ترقى إلى أن تشن بها حربا على أمريكا أو أن تستدعي ردا أمريكيا يرقى إلى مستوى حرب، لتحقيق أقل خسارة ممكنة
دون أن تخوض حربا مع الولايات المتحدة. إذا الطرفين يسعيان إلى تحقيق أهدافهما دون الوصول إلى أن يخوضا حربا مباشرة. الحرب الآن هي اقتصادية من قبل الولايات المتحدة، ومجرد تصرفات عسكرية محدودة أمنية تقوم بها إيران من خلال أدواتها في المنطقة، سواء في العراق أو في بحر عمان أو في الخليج العربي. الولايات المتحدة تحاول أن تجمع أكبر تحالف ممكن من حولها الآن حتى تخوض معركتها مع إيران. لا، أنا لا أقول أنها ستخوض حربا عسكرية، ولكن جمع الحلفاء والتحالف الدولي يقف موقفا صارما من السياسات الإيرانية قد يترك أثرا سلبيا على وضع الاقتصاد الإيراني وعلى وضع الاستقرار الإيراني وعلى تماسك المجتمع الإيراني الذي بدأ يتململ من العقوبات الأمريكية ومن تناقض السياسة الخارجية الإيرانية التي تسعى إلى خوض حروب متعددة في مناطق متعددة مع إهمال الداخل الإيراني الذي هو بحاجة إلى كثير من الخدمات الاجتماعية والخدمات الاقتصادية وتطوير بنيته التحتية. الولايات المتحدة تدرك ما تقوم به، وهو إضعاف النظام الإيراني من الداخل وإضعاف قدرته على التأثير في الخارج حتى يجلس إلى طاولة المفاوضات وهو في حالة ضعف بارزة وواضحة حتى يرضخ للقرارات الأمريكية. طيب، وضحت الفكرة. أريد أن أسأل الأستاذ عادل، الأمريكيون لم يسقطوا قضية دعم الإرهاب، يعني إلى جانب موضوع البرنامج الصاروخي والبرنامج النووي، هناك حديث عن ضرورة توقف إيران عن دعم الإرهاب، حينما يتحدث ترامب عن ضرورة وقف إيران دعمها للإرهاب، ما المقصود؟ ما هو الإرهاب الذي يريده الأمريكيون أن تتوقف إيران عن دعمه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا، السياسة الأمريكية هي متخبطة في المنطقة، ودعم حربة الإرهاب هذه شماعة أمريكية في المنطقة. إيران لها أكثر من منذ أن جاءت ثورة الخميني في عام 1979 وهي تلعب في المنطقة وتنشر ميليشيات المسلحة هنا وهناك، ولم نرى أي تحرك أمريكي في المنطقة. إيران نشرت أكثر ساعدت أكثر من فصيل مسلح في المنطقة سواء في اليمن، ورأينا إيران الآن تقوم بتدريب ميليشيات مسلحة في البحر الأحمر في بعض الجزر الإرترية، هناك أكثر من 14 جزيرة، وهناك الحرس الثوري متواجد على الأرض في هذه الجزر، وإيران لم تضرب هذه أمريكا لم تضرب هذه المعسكرات، وهي تتبع يعني جماعات إرهابية مسلحة، جماعات أيديولوجية تتبع الحرس الثوري الإيراني. لو كانت الإدارة الأمريكية جادة في أن تؤدب إيران لكنا رأينا تنفيذ القرارات الدولية فيما يخص الأزمة اليمنية، صدر قرار دولي تحت البند السابع، والإدارة الأمريكية لم تحرك ساكن منذ العام 2015 حتى اللحظة، الإدارة الأمريكية لم تتدخل في لبنان حتى في العراق حتى في المناطق. الآن إيران تقول بأنها تتحكم في 4 عواصم عربية، والأمريكيين يقول نحن نقف مع حلفائنا في المنطقة ولم نترك حلفائنا يعني لقمة سائغة لإيران، ولكن الوقائع على الأرض تقول أن هذه الميليشيات المسلحة هي أداة بيد الاستعمار الجديد بين قوسين نيوكولونيزيشن، أي أن أمريكا تستفيد من هذه الحركات المسلحة والحركات الإرهابية لإيجاد شماعة لابتزاز المنطقة وما إلى ذلك. إذن لماذا دائما تصر على أنه ضرورة وقف دعم الإرهاب وتقرن هذا بالبرنامجين النشاط؟ يعني هل هو تهديد بأنك إن لم تتوقفي عن البرنامج النووي والبرنامج الصاروخي سنضغط عليك باتجاه سحب الميليشيات من دول المنطقة مثلا؟ إذا كانت الإدارة الأمريكية كما ذكرت لك قبل قليل جادة فستضغط على إيران، ولديها أكثر من لديها بإمكانها أن تضغط على الإدارة الإيرانية في أكثر من ملف. مثلا بإمكانهم الآن ترك الجيش اليمني الشرعي أن يقتحم العاصمة اليمنية صنعاء، وهنا سيتم تأديب ميليشيات إيران في العاصمة اليمنية صنعاء، ولكن الإدارة الأمريكية ترفض اقتحام العاصمة اليمنية صنعاء. الجيش اليمني الآن على بعد كيلومترات بسبب تريد أن تضمن ملف الميليشيات الإيرانية في المنطقة. أمريكا تريد أن تضمنه ضمن حزمة كاملة، البرنامج النووي والصاروخي والأذرع الإيرانية في المنطقة. هناك استراتيجية أمريكية في المنطقة، الاستراتيجية الأمريكية تقوم الآن أمريكا لا تخاف من إيران، إيران لا تستطيع أن تضرب في العمق الأمريكي، إيران إذا استطاعت تضرب ستضرب إسرائيل. الآن أمريكا ليست خائفة لا من إيران وليست خائفة حتى من أحد. إيران الآن أو أمريكا الآن أمريكا لديها 3 استراتيجية. أولا، تريد الانسحاب من المنطقة، ولكن لا تريد أن يكون هذا الانسحاب على حساب أمن إسرائيل. ثانيا، تريد أن تكون مصالحها الاستراتيجية مؤمنة
أمنا في المنطقة، ثالثا الحفاظ على أمن إسرائيل. يهم هذه الثلاث أو الأهداف الاستراتيجية للإدارة الأمريكية. إذا التزمت إيران بعدم تخطي الخطوط الحمراء، فأعتقد أن الإدارة الأمريكية ستكون متعاملة مع إيران. لو كان هناك يعني موقف أمريكي حقيقي ستضرب البرنامج الإيراني. الآن أكثر من 19 موقع إيراني أو سلاح نووي أو أسلحة تخزنها إيران في هذه المواقع ولا تستهدف أمريكا، بينما استهدفت المشروع النووي العراقي في الثمانينات واستهدفت أيضا المشروع الليبي في أقرب. الآن يقولوا سنقوم بضربة خاطفة، متى؟ 40 سنة ولم نرى أي تحرك أمريكا في المنطقة. طيب أريد أن أعود إليك يمان. لينسي جراهام السيناتور الجمهوري النافذ في أمريكا قال تصريحا لافتا البارحة، قال إن أمريكا اكتفت من إيران والآن المعركة بينها وبين إسرائيل وبين رجل قاتل مجرم بحسب توصيفه اسمه علي خامنئي المرشد الروحي للثورة الإيرانية. يعني كيف يمكن تفسير يعني انتقلت إلى مرحلة في عمق السلطة في بنية السلطة الإيرانية وفرضت عليه عقوبات الآن حقيقة، كيف يمكن تفسير هذا التصريح وهذه الإجراءات الأمريكية بحق علي خامنئي؟ يعني هناك معضلة في هذا الموضوع. هناك معركة كسر إرادات سياسية إن صح القول حتى من خلال التيارات المنقسمة في إيران. صحيح، لأن الموقف الأخير التصعيد الأخير لم نرى باستثناء اليوم وفي الأمس يعني منذ إسقاط الطائرة لم نرى مواقف متشددة من خلال يعني جواد ظريف أو حتى الرئيس حسن روحاني، إنما معركة الإيرادات كانت من التيار المتشدد الممثل برئيس الحرس الثوري الإيراني وأيضا مرشد الثورة. هذا الموقف المتصلب الآن الذي أبدى ليونا أنا أقول، وتابعنا هذا الموضوع عندما تم توقيع الاتفاق أستاذي ب 2015 مع 1+5، كان معارض مرشد الثورة، ولكنه حتى لا يقال عنه أنه وقف ضد هذا الموضوع والصياغة التي ربما قال أنها ستعود بالنفع على الداخل الإيراني بضغط من التيار يعني المحافظ من جواد ظريف وآخره. هو مرر هذا الموضوع لكنه قال في تلك الأثناء أن عدم الرهان على الأمريكان غير صحيح، والآن يستنتج بنظريته بأن موضوع المفاوضات غير صحيحة، لذلك أبدى الآن موقف متصلب. هذا الموقف يعلمه تماما السيناتور وأيضا التيارات أيضا المنحازة إلى موضوع الاحتدام مع إيران وحتى الرافضة، لذلك الرهان اليوم بالإدارة الأمريكية على كيفية يعني سحب التنازلات من هذا التيار المتشدد في إيران الذي الآن يعني بدأ يستثمر تلك السياسات ونقل موضوع التصعيد من الحرب الاقتصادية إلى موضوع المناورات العسكرية ولكن بطرق ذكية. أريد هنا أن أذكر نقطة جدا مهمة، أن الإيرانيين منذ يعني ثمانينات القرن الماضي يعرفون تماما كيف يتعاملون مع الإدارات الأمريكية باستثناء يعني السياسات المتخبطة الآن لإدارة ترامب، وإنما في موضوع الاستراتيجيات في المنطقة والرسم هم يعني بنوا نفوذ على مدار العقود الماضية، لأنهم يعلمون تماما سيصلون إلى نقطة صفر من خلال يعني تعاقب الإدارات، وبالتالي هم الآن غير مستعدون لأي تنازلات إلا من خلال يعني نزع يعني المكاسب بما يعود على خاصة مرشد الثورة. لذلك الإدارة الأمريكية الآن هي تريد حقيقة أن تكسر ذلك الرهان بالداخل الأمريكي من خلال أنا أقول لك الدليل عندما تراجع ترامب عن إسقاط الطائرة هو عمليا أعطى فرصة للتيار الإصلاحي أن يعمل ويفكر بالضغط على التيار المتشدد للعودة إلى الدبلوماسية. هذه الفرصة هي الذهبية التي الآن يراهن عليها ترامب، أنكم أنتم الإصلاحيون حافظوا على الموضوع لأنها قد تكون الفرصة الأخيرة ما بعد يعني إذا ما مضت هذا الموضوع وتم إدارة الأزمة ما بعد الانتخابات. الآن سيتم العمل على موضوع التيار الموازي التي تعمل عليها الإدارة الأمريكية بماذا؟ بتحشيد الحلفاء من خلال المؤتمرات والدبلوماسية وتحشيد حلفاء العرب. إذا لم يكن هناك تنازل ربما أرجح احتمال سيناريو الحرب بالوكالة تدعمه الأمريكان ولكن عن طريق الدول العربية التي تراهن على الذين يريدون أن يعني ينفذون حربا نيابة عنهم وهذا لن يحصل. قبل الحرب يعني هناك أنباء تتحدث عن أن بعد تعمد أو بعد تراجع الرئيس الأمريكي عن الرد على إسقاط الطائرة هناك حدث نوع تغير في بنية القرار داخل الإدارة الإيرانية، وهناك من يعني ليونة حتى عند الفريق الذي وصفته بالمتشدد. أريد أن أذهب الآن إلى فاصل أعزائي المشاهدين ثم نتابع ما تبقى من هذه الحلقة.
أسعدكم الله مشاهدين الكرام، ودائما الحديث عن أبعاد التصعيد الدائر بين الأمريكيين والإيرانيين وموقع العرب منه. إلى طرابلس أذهب. أستاذ حسان، الأمريكيون يعني أو الإيرانيون اتهموا بأنهم فجروا ناقلات النفط في بحر العرب، ثم بعد ذلك أسقطوا طائرة أمريكية وتوقفت أمريكا يعني عن الرد. هل هذه التصرفات الإيرانية تشي لك بأن الإيرانيين مرتبكون، أم أن وراءها إحساسا بامتلاك القوى وبامتلاك القرار والقدرة على اللعب مع الكبار؟ أولا، إيران تدرس جيدا الواقع الأمريكي. أمريكا الآن على أبواب إجراء أو التحضير للانتخابات، السباق نحو البيت الأبيض، وترامب يريد أن يجدد رئاسته عام 2020. فلذلك أي قرار تتخذه الإدارة الأمريكية الحالية سوف يترك آثارا سلبية أو إيجابية على الحملة الانتخابية للرئيس ترامب. فلذلك هو يسعى لتحقيق مكاسبه دون أن يخوض حربا أو أن يكبد المواطن الأمريكي خسائر مالية أو خسائر بشرية تنعكس سلبا على حملته الانتخابية. إيران تدرك هذا الواقع نتيجة تجربتها الطويلة وثبات الإدارة الإيرانية منذ عام 1980 إلى الآن. فلذلك هي تحاول أن تضغط على الإدارة الأمريكية لاتخاذ قرارات قاسية أو ذات خطورة بالغة بحيث تؤثر سلبا على الحملات الانتخابية للرئاسة الأمريكية. لكن ترامب يعني أستاذ حسان، لكن ترامب في أكثر من تغريدة قال إنه راض عن أداء إيران أو ما وصلت إليه العقوبات من دفع إيران إلى ارتباك، يقول إن إيران تتصرف بطريقة غير واضحة بأنها مرتبكة في تصرفاتها، وهذا يكفيني في هذه المرحلة. لا شك أن إيران في واقع صعب، تعيش واقع صعب، الواقع الاقتصادي الإيراني صعب جدا، والمواطنون يتحدثون عن ذلك علانية، وزوار إيران من اللبنانيين وغير اللبنانيين يتحدثون عن هذا الواقع ويرون بأم العين ما يعانيه المواطن الإيراني من صعوبات اقتصادية وصعوبات معيشية، حتى أن بعض المواطنين الإيرانيين يتهجمون على بعض اللبنانيين باعتبارهم يستثمرون جزءا من المال الإيراني في لبنان، وأن المواطن اللبناني المؤيد لإيران أو لمحورها من أتباع حزب الله إنما يستفيد من المال الإيراني، في حين أن المواطن الإيراني لا يستطيع الاستفادة من هذا المال. لا شك أن العقوبات تركت آثارا سلبية، وهي تترك الواقع الإيراني في حالة انقسام وشرذمة، وهذا ما يؤثر على الإدارة الإيرانية، بحيث هناك فريق متشدد يحاول أن يضغط باتجاه المواجهة مع الولايات المتحدة وإثبات أنه قادر على خوض حرب من خلال أدواته وأذرعه المنتشرة في اليمن وفي لبنان وفي العراق وفي سوريا، وهناك فريق يمثله روحاني وظريف يفضل التفاوض مع الولايات المتحدة والاستعانة بالحضور الأوروبي والصيني والياباني لتخفيف العقوبات الأمريكية، وهذا ما تم الإعلان عنه، إضافة إلى الوساطة العمانية والقطرية التي تسعى إلى فتح قنوات اتصال وحوار بين الولايات المتحدة وإيران لتخفيف الاحتقان العسكري ومنع وصول منطقة إلى حالة صدام، وبالتالي البحث عن حل حقيقي يضمن استمرار إيران واستقرارها ويضمن تحقيق الطلبات الأمريكية ووقف نمو منظومة التسلح الإيرانية. إذن البحث عن حل حقيقي، أنقل عطفا على ما قاله، البحث عن حل حقيقي. اليوم نحن أمام تطور لافت، يعني البارحة انتهت المدة التي منحتها إيران للأوروبيين بشأن انتهاء التزامها بالاتفاق النووي، بأنها ستبدأ بزيادة مخزونها من اليورانيوم المخصب الذي الآن يبلغ 300 كيلوغرام ستزيده. البارحة انتهت المهلة وكان من المقرر أن تبدأ اليوم في عمليات التخصيب من جديد، لكن اليوم وكالة الصحافة الفرنسية نقلت عن مصدر لم تسمه من فيينا، مصدر دبلوماسي قال إن إيران تراجعت عن استئناف تخصيب اليورانيوم. هل يمكن النظر إلى هذه الخطوة على أنها خطوة إضافية أو خطوة إلى الجلوس على طاولة التفاوضات، أم أن لها تفسيرا آخر؟ طبعا المفاوض الإيراني لديه خبرة طويلة في الكذب، يعني من خلال الحوارات السابقة. مثلا إيران حتى عندما جاء الاتفاق النووي في العام 2015 كانت تقول بأنها ستخفض فقط 5% فقط من تخصيب اليورانيوم. الآن الإدارة الإيرانية هي لن توقف برنامجها النووي، وهي تعرف ذلك جيدا، وحتى وإن قالت حتى الآن بعض المواقع مكشوفة، لأن إيران استفادت من الحرب التي شنتها أمريكا على العراق، واستفادت من التجربة العراقية أي تدمير السلاح العراقي. الآن إيران
بإمكانها أن تقول للأوروبيين تعالوا إلى بعض المراكز الأبحاث أو بعض المراكز التي يتم فيها تخصيب اليورانيوم هي مفتوحة لكم، ولكن هناك مراكز أخرى الآن هي الآن مراكز سرية لا يستطيع المبعوثين الدوليين أو الطاقة الذرية الدولية أن تدخل إلى هذه الأماكن، وبالتالي إيران هي تضحك على هؤلاء. هي الآن هي بس العامل الزمني. أنا من وجهة نظري الشخصية بأن إيران تراوغ وفي في 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 من خلال أنها تقول أنا مستعد أن أتخلى وأن أستخدم الأغراض السلمية، ولكن هي الآن لديها الآن خطط تمشي على خطط استراتيجية، وهي الآن تحاول كيفية بعد تخصيب اليورانيوم تريد إنتاج سلاح نووي، وبعد إنتاج رأس نووي تريد أن يكون هناك آلية لحمل هذا السلاح النووي. إيران أعتقد بأن المرحلة الأولى انتهت تحت رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية. الرقابة الدولية لكن حتى الآن هي غير مؤهلة بحسب شهادة الوكالة الدولية. حتى لكن هل الوكالة الدولية وصلت إلى المراكز السرية الإيرانية؟ الإيرانيون استفادوا، لأنه كان هناك بعض الجواسيس مثلا في البرنامج العراقي تم استهدافهم في بعض العواصم الأوروبية وتم قتلهم. إيران الآن لديها الآن برنامجها النووي محصن، والخبراء الاستراتيجيين لإيران محصنين، وبالتالي هناك سرية تامة على البرنامج النووي الإيراني. هناك يعني الآن كما ذكرت لك أكثر باستطاعة إيران الآن أن تستخدم أماكن سرية حتى في بدرومات أو ما إلى ذلك، ولا يستطيع تستطيع الوكالة الدولية الوصول إلى هذه المراكز أو إلى هذه الأماكن السرية، لأنها استفادت من مما حصل في ليبيا، استفادت مما حصل في العراق، استفادت من هذا كل. وبالتالي إيران حتى وإن قالت أنها ستخفض هذا التخصيب وما إلى ذلك فما هو إلا نوع من الهرطقة والضحك على الدول، أما هي فهي ماشية في تحقيق حلمها وأن تصبح دولة نووية في المنطقة. يمان يعني سمعت ما قاله، إذا إن تسير نحو تحقيق هدفها وحلمها في انطلاق السلاح النووي، يعني هل هذا مجرد تكهنات مبنية غير مبنية على دلائل وشروط، أم أن بالفعل الإيرانيين كذلك؟ وإذا كانوا كذلك هل يتجهون إلى الجلوس مع الأمريكيين على طاولة المفاوضات، أم أنهم سيبقون في عنادهم؟ أنا باعتقادي يعني بأن الإيرانيين على الرغم السرية التي يتكتمون بها على البرنامج النووي، ولكن هذا الموضوع أنا أعتقد لا ينطلي على الولايات المتحدة التي تعلم دبيب النمل. أنا بعتقد رغم أن هناك بعض فعلا القنوات التي لا تسمح هي إيران الاقتراب منها، لا سواء للمفتشين الدوليين ولا إلى غيرهم من خلال سياسة الالتفاف والكذب وإلى آخره، ولكن بنفس التوقيت أنا لا أعتقد بأن إيران يمكنها أن تصل لتلك النقطة. والدليل يعني الآن السياسات التصعيدية، وإذا ما توقفنا عند كلام ترامب فقط، توقفوا عن صناعة السلاح النووي وسنصبح لكم خير الأصدقاء وبالتالي سننعش يعني اقتصادكم، إذا يعني هذا الكلام يعني فيه ضرب الكثير من الأمور. أولا أن السياسة الأمريكية يعني المنطقة الخليجية وهي منطقة حلفائها التي ليست فيها تواجد عسكري أمريكي كثير، هذه المنطقة لم تعد حيوية بالنسبة للأمريكان، إذن هناك ابتزاز أيضا لأمن الخليج، وبالتالي تم توظيف الدور الإيراني بهذا الموضوع فقط من أجل الوصول لهذه النقطة. يعني أعطونا هذه النقطة وتنازلوا عنها، وبالتالي يعني كل المنطقة واستمروا في يعني احتلال العواصم العربية وإلى آخره. أما الرهان على أن إيران ستستمر بهذه السياسة، أعتقد بأن المؤشرات الآن إذا ما استمرت الإدارة الأمريكية في هذا التصعيد، الآن وصلت الثمن الإيراني إلى 14,000 مقابل الدولار، وأيضا الصادرات النفطية انخفضت إلى 250,000 يعني برميل بعدما كانت 3.5 مليون برميل، إضافة إلى الزمن الاقتصادية التي لا تجعل الإعلام أن يصدرها إلى الخارج، وأيضا الاحتقان الداخلي، وأيضا ارتفاع نسبة البطالة وإلى آخره، وانهيار يعني العملات المركزية، إضافة إلى وضع كل هذه ستدفع كل هذه كلها. إذا لم تتنازل إيران أنا باعتقادي أمام الاستراتيجيات بعد يعني مضيع عام الوقت الذي يستثمره، لكن صمدت أكثر من 10 أعوام من ضغوطات لم تكن أمريكا لوحدها وإنما أوروبا وأمريكا معها. لكن هذه هي المرة الأولى. اليوم إذا ما تكلمنا عن الموقف الأوروبي يعني من خلال يعني فرنسا وبريطانيا وألمانيا، هم أنفسهم قالوا على إيران أن لا تنسحب من الاتفاق النووي، إذن يدرون ضمن الفلك الأمريكي، إضافة أنهم لم ينفذوا وعودهم إلى إيران من خلال تفعيل آلية الترويكة بالتعاملات النفطية التجارية. إذن أنا باعتقادي بأن الآلية ما بين الاتحاد الأوروبي وإيران لم يعد ممكن التعويل عليها، لأن الأوروبيين اليوم أقنعوا إيران بعدم زيادة تخصيب اليورانيوم عندها، واقتنعت إيران بالجهود السياسية الأوروبية، لكنهم لم يفعلوا آلية التعاملات النفطية. هناك هذا الموضوع يدخل في عمل الوساطة لعودة المياه إلى مجاريها، ومن ثم دخول وسيط للعودة إلى طاولة المفاوضات، لكن الاتحاد الأوروبي لا يستطيع أن يقدم، لأنه لم يقدم منذ الأساس بعد انتهاء المهلة، وبالتالي استمرار سياسة التصعيد الاتحاد الأوروبي بالنهاية مصلحته مع الولايات المتحدة، وبالدليل أن بعض الشركات الفرنسية انسحبت من هذا الموضوع.
إضافة إلى أن الموضوع الإيراني بموضوع يعني الرهان على هذا الموضوع لا يمكن الآن مع انهيار يعني الاقتصاد في الداخل الإيراني في استمرار هذا التصعيد وعدم العودة إلى طاولة المفاوضات واستمرار التيار المتشدد سينعكس على الداخل الإيراني، وبالتالي ممكن أن تكون السيناريوهات مفتوحة إما لسيناريو التفاوض الشامل أو التفاوض الجزئي. أنا أرجح التفاوض الجزئي مع يعني الليونة المتبادلة من قبل الطرفين للوصول إلى نقاط توافقية، وبالتالي الخليج هم سيكون الخاسر الأكبر من هذا الموضوع. وأيضا ستحصل الأمريكان أنها حققت المطالب الإسرائيلية، وبالتالي الوصول إلى اتفاق نووي جديد هذا هو مربط الفرس والنقطة الجوهرية التي تسعى لها إدارة ترامب. بعد الفاصل سنذهب إلى موقع العرب من هذه القضية من ما يحصل بين أمريكا وإيران، لكن قبل الفاصل أريد أن أسأل الأستاذ حسان في طرابلس. يعني ترامب نفسه قال إن لديه فريقين في أو رأيين من مستشاري في التعامل مع إيران، فريق متشدد يترأسه بولتون مستشاره الأمن القومي، وفريق آخر يرى الأمور على غير ما يراه جون بولتون. السؤال هو هذا الخلاف داخل الإدارة الأمريكية بالمقاربة في التعامل مع إيران إلى أي مدى يشكل ورقة قوة إيرانية، وإلى أي مدى يمكن للإيرانيين أن يستفيدوا من هذا الخلاف الداخلي بشأن التعامل معها؟ الخلاف داخل الإدارة الأمريكية ليس على مواجهة إيران، ولكن على سبيل المواجهة، على طرق المواجهة، كيف نواجه إيران اقتصاديا أم عسكريا. وبالتالي المواجهة مستمرة، والضغط الاقتصادي أكثر تأثيرا على إيران من المواجهة العسكرية، وما نلمسه الآن من الواقع الإيراني يؤكد هذا الكلام. وبالتالي أي خلاف داخل أي إدارة إنما يعزز الاستراتيجية ويطورها ويجعلها أكثر فعالية وأكثر إنتاجية. إيران في محاولتها للإظهار أن هناك خلافا داخل الإدارة الأمريكية على مواجهتها إنما تحاول أن تعطي بعض الانطباع لجمهورها ومؤيديها أنها في موقع القوي وأن الآخرين في موقع الضعف، وهذا غير صحيح على الإطلاق. طيب الآن يعني يجب أن نذهب إلى فاصل أخير ومن ثم نعود للحديث عن موقع العرب من هذه التلاسونات وهذه التوتر بين الإيرانيين والأمريكيين. فاصل قصير ومن ثم نعود. يرجى من مشاهدي قناة رافدين الفضائية استقبال بث القناة على مدار القمر سهيل سات وفق التردد الجديد 1730 أفقي، إضافة إلى التردد الحالي على القمر نايل سات 12380 أفقي. أهلا وسهلا بكم إلى الجولة الأخيرة من هذه الحلقة. أستاذ عادل، المطالب التي تقدمها واشنطن لطهران ظاهرها لا تحوي يعني لا تتضمن مصالح حلفائها من العرب، وإنما تقتصر على حليفتها وربيباتها في المنطقة إسرائيل. السؤال هو يعني أين موقع هؤلاء الحلفاء العرب لواشنطن من هذه المواجهات الدبلوماسية والسياسية بين إيران وواشنطن؟ للأسف الشديد يعني بإمكاننا أن نقول بأن موقع العرب مثل ما لا محل لهم من الجملة في الأعراب وما إلى ذلك. العرب مثلا كان من المفترض أن يكون العرب جزء من الدول التي أجري بينها حوار هي وإيران، أي 5 دول زائد 1. كان من المفترض أن تكون المملكة العربية السعودية جزء من هؤلاء، وأن يكون هناك حوار سياسي بين إيران وبين الدول الستة التي كانت يعني كطرف، وأيضا السعودية تكون طرف في هذا، ولكن لم يحصل شيء. أقل حال كان الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية يكونوا طرف في أي اتفاق مع إيران، طرف أساسي وطرف له يعني وجود باعتبار هؤلاء هم من سيتأثر إذا تفجر الصراع يعني في المستقبل لا سمح الله. ولكن رأينا كيف تم يعني في العام 2015 كانت الإدارة العمانية تلعب بالسياسة الناعمة، وهي من حاولت أن توصل الأطراف إلى طاولة الحوار بطريقة هادئة وسرية، ولم نرى أي تحرك أو لم نرى يعني أي موقف يعني سواء للإدارة السعودية أو الإدارة الإماراتية تجاه المشروع الإيراني. الآن يعني في الوقت الحالي أنا أعتقد بأنه لا يستطيع العرب أن يقولوا للإدارة الأمريكية نحن نريد أن يكون هناك، إذا كان هنا
هناك حوار يعني سياسي في إطار ما بين أو ما بين الغرب وإيران فلا بد أن نكون جزء من هذا الحوار. نحن أصحاب الأرض ونحن من. لكن كلامك هذا أستاذ عادل كلامك يعني يتناقض مع كلام معلقين كبار في الولايات المتحدة الأمريكية. يعني اليوم نقرأ تعليقات لنيويورك تايمز وواشنطن يقولان فيه المعلقون كبار المعلقين يقولون إن أمريكا الآن ترامب تتصرف نيابة عن إسرائيل والسعودية، هذا يعني أن السعودية لها حضور في السياسة الأمريكية تجاه الإيرانيين. نحن لا ننكر بأن هناك صحيح بأن الإدارة السعودية وحتى الإدارة الإماراتية تدفع الرئيس الأمريكي ترامب إلى حرب مباشرة مع إيران، واضح أن هذا، والإدارة السعودية هي تتصرف بحسب مصالحها، لا أحد ينكر ذلك، ولكن الوقائع على الأرض تقول عكس ذلك تماما. الآن مثلا من الذي سيتأثر لا سمح الله إذا تفجر الصراع في المنطقة؟ أليس المملكة العربية السعودية؟ إذا كانت الإدارة الأمريكية تقول بأنها يهمها أمن حلفائها في المنطقة، الآن المملكة العربية السعودية من الذي يستهدفها؟ أليس هو السلاح الإيراني؟ في العمق السعودي، أين موقع الإدارة الأمريكية؟ هناك دعم لوجستي بسيط للإدارة السعودية. الآن الميليشيات الإيرانية تضرب في أهداف استراتيجية داخل المملكة العربية السعودية، سواء تضرب يعني أهداف استراتيجية، تضرب مطارات، تضرب بنى تحتية، هناك سلاح مسير، هناك سلاح يعني مطور. هل من المعقول أن نقول أن ميليشيات مسلحة خرجت من الكهوف تستطيع أن توجه أسلحة يعني إلى العمق السعودي وتضرب بدقة؟ هذا من سبع المستحيلات. ميليشيات مسلحة لا تجيد حتى حروف الأبجدية. إذا من الذي يعني هنا الأجواء اليمنية الآن تستخدمها إيران وتضرب حلفاء أمريكا في المنطقة. واشنطن ما دورها هنا؟ واشنطن دورها هو التصريحات على الورق وعلى تويتر، تغريدات ترامب، يأتي بتغريدة ثم يناقضها. تقوم بعمليات أمنية لصالح السعوديين، لصالح قوات التحالف في إيران. لا، من يقول بأنها تقوم بعمليات لصالح السعوديين؟ هم الأمريكيون يقولون. إذا كانوا جادين، نحن الآن خمس سنوات، بس أضرب لك مثل فقط يعني في الأزمة اليمنية، خمس سنوات لم يستطيعوا هزيمة ميليشيا مسلحة. هذه ليست مسؤولية أمريكا، وإنما مسؤولية الخلاف الداخلي بين فرقاء التحالف العربي. لكن من الذي لا بد أن نفهم جيدا بأن الإدارة الأمريكية هي متورطة في الأزمة اليمنية منذ اليوم الأول، وتم إعلان التحالف العربي من واشنطن وليس من الرياض. التحالف العربي تم إعلانه من واشنطن، وكان هناك تحالف دولي، يعني بغض النظر أن يكون هناك كان غطاء أمريكي لوجستي ودعم سياسي، ورأينا كيف تبنت أمريكا قرار دولي صدر تحت البند السابع في مجلس الأمن الدولي. إذن الإدارة الأمريكية تقول نحن نقف مع الحلفاء في السعودية، نحن نزودهم ببعض المعلومات اللوجستية، ونحن يعني مع التحالف العربي، لكن الوقائع على الأرض تقول عكس ذلك تماما، أي أنهم من أعاد يعني اقتحام الحديدة؟ أليس الإدارة الأمريكية 11 مرة تدخلت الإدارة الأمريكية بأن لا يتم نقل البنك المركزي من العاصمة اليمنية صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن 11 مرة، أي أنها استخدمت حق الفيتو 11 مرة ضد الإدارة اليمنية. كانت الحكومة اليمنية تقول نريد نقل البنك المركزي إلى عدن، وكانت الإدارة الأمريكية ترفض. أمريكا في إبقاء، لأن أمريكا تريد ابتزاز الدول المنطقة، هناك سياسة ابتزاز لدى الإدارة الأمريكية. طيب يمان، يعني الظاهر نعم تعلق، لكن أريد أن أسأل في حدود المطالب الأمريكية المعلم من المطالب الأمريكية كلها، لسان حالها يقول للإيرانيين بأنه يمكنكم أن تتمددوا في المنطقة وأن تسيطروا ليس على أربع عواصم عربية وإنما أكثر من ذلك، شريطة أن لا تهددوا أمن إسرائيل. إلى أي مدى تتفق مع هذا الطرح؟ أتفق معه لدرجة كبيرة، لأن لماذا؟ لأن اليوم يعني إذا سألنا أنفسنا سؤال، ما هو الهدف من وراء الابتزاز الأمريكي لدول الخليج، مع العلم بأن السعودية فعلا هي الآن بإدارتها الحالية خير شريك للإدارة الأمريكية. التصريحات الأخيرة لدونالد ترامب يجب الوقوف عندها عندما يقول بأننا يعني لا نريد أي شيء من مضيق هرمز، وبالتالي هناك دول تستفيد من هذا المضيق وإلى آخره. هذه ضربة لتلك الدول. لماذا نرد الأمر إلى الداخل المجلس التعاون الخليجي؟ هناك انقسامات منذ اتخاذ السعودية قرار عاصفة الحزم، أعتقد كانت فرصة لإعادة امتلاك زمام المبادرة العربية، فشلوا. زاد الموضوع سوءا مع موضوع الأزمة الخليجية القطرية، أيضا زادت الانقسامات، لم يبقى من المجلس سوى الهيكل. أما المطلوب من وراء ذلك، أنا باعتقادي اليوم ليس من الصدفة أن يكون هناك ورشة في المنامة في البحرين، وأيضا أن يكون هناك بنفس الوقت تصعيد أمريكي على إيران، ويتم تصدر المشهد في القدس الغربية بالموضوع الإيراني. اليوم الضغط على الدول الخليج لتمرير المصالح الإسرائيلية في المنطقة بما بات يعرف بصفقة القرن. دعنا أن نتكلم بصراحة، هناك مشروع حقيقي يعرف بصفقة القرن بعيدة عن هذا المصطلح. موقع إيران من هذا كله؟ موقع إيران بهذا الموضوع هي قادرة على عرقلة هذا المشروع.
الآن الدول هي مثل خيال المآتة بالنسبة بالضبط لها. الآن المشروع متوقف فعلا. إيران تستطيع أن تعرقل هذا المشروع، أما الدول العربية منذ زمن لا أقول من الآن هي ماضية بهذا الفلك الإسرائيلي لتحقيق أو تمرير بما بات يعرف بتصفية حقيقة القضية الفلسطينية التي باتت بازار دولي، كما القضية السورية، كما القضية اليمنية، كما القضية العراقية. وبالتالي الآن بالمؤشرات الأخيرة أنا أعتقد أن دول الخليج ينقسمون إلى محاور. المحور السعودي الإماراتي الآن يريد أن تقوم أمريكا حربا بالنيابة عنه، أما التعامل مع الإدارة الأمريكية معه يضع هذا المحور بموضوع المقايضة حقيقة. المحور الثاني الأكثر ضررا باعتقادي هي عمان والكويت، إن حدث تصعيد عسكري، لأن هذا المحور عمان والكويت هو لا يرغب حقيقة بالحرب على عكس المحور السعودي الإماراتي باعتقادي، ويقوم باللعب دور الوساطة لأنه الأكثر متضرر. الكويت هي خاسرة للميليشيات الإيرانية، وعمان الآن بالعمق البحري، التموضعات، الفوقاتات العسكرية الأمريكية تموضعت عند مضيق يعني عند في بالأجواء المطلة على عمان، ولم تصل ماذا إلى العمق مثلا المياه الإيرانية، وبالتالي هي الأكثر تضررا في حال اشتعال أي حرب سواء عسكرية عن طريق الفرقاطات البحرية أو حتى بغير أساليب. لذلك يلجئ هذا المحور إلى التهدئة ما بين المحور الأول والثاني. الدول العربية الأخرى تمضي في فلك يعني السياسات الغربية باعتقادي، سواء مصر أو غيرها أو حتى بقية الدول التي لا تشكل حقيقة وزن بهذه القضايا الاستراتيجية. وبالأخص نتكلم أن أقول لك عن رسم جديد وخرائط للمنطقة سيكون لإيران دور فيها. الآن موضوع الميليشيات ليس الموضوع هو طرد ميليشيات إيران من سوريا، كما قال الدكتور أتفق معه بأن هذه الميليشيات هي منتشرة في تلك المنطقة ولم يتم استهدافها. المطلوب أنا أستاذي الكريم هو وضع وضبط لانتشار هذه الميليشيات حقيقة. إن تكلمنا على سوريا احتوائها بعيدا عن المنطقة الحساسة للحدود الإسرائيلية والتعهد بذلك، المطلوب الآن هو ترتيب هذه الميليشيات ضمن برنامج خاص وليس إخراجها بشكل كامل من تلك المنطقة، لأنها الزراع التي تستثمر فيها السياسات الأمريكية في المنطقة سواء في سوريا أو غيرها. هذا يقودني إلى السؤال أستاذ حسان، يعني ضيفاي متفقان على أن أمريكا ليس عندها مشكلة من أن تتمدد إيران في المنطقة بشرط أن لا تهدد أمن إسرائيل. السؤال هو كيف يمكن لإيران أن تتمدد في المنطقة كلها من دون أن تهدد أمن إسرائيل؟ أنا أولا لا أوافق على هذا المنطق. الولايات المتحدة وروسيا متفقتان على أن أمن إسرائيل هو أولوية، وما جرى في القدس منذ يومين كان لرسم سياسة مستقبلية في سوريا وفي المنطقة العربية ما بين روسيا والولايات المتحدة لضبط الأداء الإيراني وغير الإيراني في المنطقة ولضمان أمن إسرائيل. إيران هي جزء من الحرب على الأمة العربية، ما قامت به في سوريا من تدمير منهجي ومن تغيير ديموغرافي ومن استدعاء الإجرام الروسي إلى سوريا لتدمير القرى والمدن وتهجير الشعب السوري يؤكد عدائها للأمة العربية، وما قامت به في العراق من استغلال الوجود الأمريكي والاحتلال الأمريكي لتدمير القرى والمدن العراقية وتشريد الشعب العراقي يؤكد هذا العداء، وما تقوم به في اليمن من استهداف الدول العربية، الدول الخليجية وغير الخليجية، وجعل من اليمن ساحة تدريب وتسليح واستفزاز وابتزاز في نفس الوقت واستدعاء. طب استاذ حسان، قد يقول لك قائل ان ما تفضلت به قد يكون واضحا للعيان، لكن السؤال هو كيف يمكن لايران ان تتمدد في المنطقه برضا امريكي من دون ان تهدد امن اسرائيل وهي في سوريا وهي في لبنان وهي في كل مكان حول فلسطين المحتله؟ الولايات المتحدة استخدمت إيران لضرب الأمة العربية ولإضعاف الأمة العربية خدمة للكيان الصهيوني. لقد كان الاستخدام واضحا حيث تم استخدام الميليشيات الإيرانية الأفغانية الباكستانية والميليشيات الشيعية من لبنان والعراق لضرب الثورات العربية في كافة المناطق. يا أستاذ حسان، ثمة من يقول لك إن الأنظمة العربية، يعني هل تريد أن تقول إن الأنظمة العربية كانت أنظمة مواجهة لإسرائيل وبالتالي أتت بهذه الميليشيات لإضعاف هذه الأنظمة خدمة لإسرائيل مثلا؟ لو تسمعني يعني أقول أفضل. أمريكا استخدمت إيران والآن انتهى الدور الإيراني. الدور الإيراني لضرب الأمة العربية انتهى. الانقسام السني الشيعي وقع والخلاف العربي الفارسي تعمق. الآن المطلوب من إيران الخروج من المنطقة العربية بحسب الطلب الأمريكي، والشروط الثلاثة كانت واضحة: لا للمشروع النووي الإيراني، لا للصواريخ البالستية الإيرانية، لا للتمدد الإيراني في المنطقة العربية. الاستخدام الأمريكي لإيران انتهى،
والتعاون الروسي الأمريكي الآن هو لإنهاء هذا الدور الإيراني الذي لم يعد له من ضرورة. الولايات المتحدة استفادت من إيران، من أموال إيران، من ميليشيات الإيرانية لضرب الثورات العربية ولإضعافها ولتشتيت الأمة العربية، وخدمة للمشروع الإسرائيلي في المنطقة، وخدمة لمشروع صفقة القرن الذي يسعى الأمريكيون لفرضه على الأمة العربية وعلى الشعب الفلسطيني. الآن ما نشهده نحن في لبنان ومن عملية تعزيز لقوى الجيش اللبناني، من حضور أمريكي لافت في قاعدة عسكرية جوية في شمال لبنان، من محاولة إنشاء من مشروع إنشاء قاعدة بحرية أمريكية في منطقة جبيل، يؤكد أن الحضور الأمريكي في لبنان أصبح متغير عما كان في السابق. إن بناء سفارة أمريكية في لبنان تعتبر الأضخم في الشرق الأوسط، يؤكد أن الولايات المتحدة سوف تعزز حضورها في لبنان ولن يكون حضورها مجرد دبلوماسي. الغاية من هذا الحضور في لبنان باختصار شديد، هناك ثروات كبيرة في المنطقة العربية، والولايات المتحدة لن تسمح لإيران باستثمارها من نفط وغاز، وحصرا في لبنان وسوريا والعراق. مستقبل العراق النفطي كبير، ومستقبل سوريا ولبنان في النفط والغاز له مستقبل ضخم جدا واقتصادي واعد، لذلك لن تسمح الولايات المتحدة وروسيا لإيران بأن تستفيد من هذا الواقع الاقتصادي، ولذلك سيمنع تمددها، وهذا خدمة لإسرائيل وللمصالح الاقتصادية الغربية وليس للأمة العربية. طيب أشكرك أستاذ عادل، أختم معك. يعني هناك أمريكا الآن غير مهتمة بمصالح العرب، حلفائها من العرب، وإنما تريد أن ترتب مع إيران بما يخدم مصالحها، مصالح أمريكا وإسرائيل، ولا بأس بالمصالح الإيرانية بشرط أن لا تضر بأمن إسرائيل. هل هناك إدراك من القيادات العربية الخليجية وعلى رأسها السعودية التي دفعت المليارات لدونالد ترامب الرئيس الأمريكي، هل هناك إدراك لهذه الحقيقة؟ طبعا أخي الكريم، للأسف الشديد الاستراتيجية الأمريكية واضحة في المنطقة. الآن هناك يعني سايكس بيكو جديد لتقسيم المنطقة على أسس عرقية وعلى أسس طائفية وما إلى ذلك، هناك أكثر من مشروع، والأنظمة العربية لم تتحرك. يعني الآن الإدارة الأمريكية لا تمانع بأن يكون هناك يعني بعض الأراضي، أن تكون بعض الأراضي العربية تحت الإدارة الإيرانية، لا تمانع. حتى أن بعض الإيرانيين، مسؤول إيراني قال بأن سوريا ليست عربية وأنها جزء من الإدارة الفارسية. هذا خطأ وجه احد يعني احد الاكاديميين او احد التجار الايرانيين لبرهان غليون، وقال انتم مكانكم الحقيقي ان تكونوا جزء من فارس العظمى. اذا الاداره السعوديه عليها ان تعرف جيدا بانه اذا لم تواجه المشروع الايراني الامريكي في المنطقه، فالمستقبل سيكون مشؤوما بالنسبه لدول المنطقه، وسيكون هناك تقسيم يعني طائفي على اسس طائفيه وما الى ذلك، وسنتقسم الى كانتونات جديده، وستعاد يعني تقسيم المنطقه على اسس وعلى أسس دويلات صغيرة ومتناحرة. أشكرك شكرا جزيلا. مشاهدي الكرام، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة التي أشكر في نهايتها ضيفي في الاستوديو عادل دشيلة الكاتب والباحث، ويمان دابقي باحث في مركز برق للسياسات والاستشارات، وعبر سكايب من طرابلس لبنان حسان القطب مدير المركز اللبناني للأبحاث والدراسات. شكرا لكم، في حراسة الله.